بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 64. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في شرح حديث حصل خذف ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين، قال: وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه، فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك، بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار. ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى، وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. لا يزال الشيخ رحمه الله في سياق النهي عن التشبه بأهل الكتاب، ومن ذلك هذه المسألة، مسألة الغلو في الدين. فإن من صفات النصارى غلوهم في دينهم كما نهاهم الله جل وعلا عن ذلك، غلوهم بالرهبانية التي ابتدعوها ما كتبها الله عليهم، ومن ذلك غلوهم في المسيح عليه السلام حتى رفعوه إلى مرتبة الألوهية وجعلوه ابن الله أو ثالث ثلاثة، أو جعلوه هو الله كما ذكر الله مقالاتهم في القرآن العظيم. السبب في هذا هو الغلو عن الحد المشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ حصى الجمار وبيده صلى الله عليه وسلم وهي سبع، خشي أن بعض الناس يستقل هذه الحصيات ويقول إنها صغار، لأنها بقدر حصى الخذف، فخشي على أمته من الغلو، وأن يرى أحد أن هذه الحصيات صغار وأنها لا تفعل شيئا، فيغلو ويأتي بحصى كبار يرى أنها أنكى وأشد، ويرى أن الأجر فيها أعظم من الحصى الصغار، كما يزينه شياطين الإنس والجن لبعض الجهلة من هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته وبيانه لهم في هذه المناسبة نهى عن الغلو. ومن ذلك ما سبق أن قوما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، يريد التبتل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب إشفاقا عليهم وحرصا على سلامتهم،
فقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فالعبرة بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وليست العبرة بأن الإنسان يزيد على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم رغبة في الخير بزعمه، فإن الخير كله في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهديه صلى الله عليه وسلم هو الاعتدال، يصلي وينام، يعطي العبادة حقها ويعطي الراحة النفسية حقها، ويصوم ويفطر كذلك، ويتزوج النساء ولا يتبتل عليه الصلاة والسلام، فيعطي لنفسه حقها ويعطي للعبادة حقها ويعطي أيضا للناس حقوقهم. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات وفي التعامل مع الله جل وعلا والتعامل مع الخلق، هو الاعتدال والوسطية والمداومة على الخير. فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليسلك هذا المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خصوص رمي الجمرات الحصى، فإن من الناس من فإننا نسمع أن بعض الحجاج يغلون في رمي الجمار، ويأخذون حجارة كبيرة يرمون بها الشيطان بزعمهم، ويرون أنها أنكى وأضر للشيطان. بعضهم يرمي بالأحذية أو بغير ذلك أو بالحديد، وكل هذا من الغلو في الدين ومخالفة هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة من قبلنا في أنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء، وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك. وإن كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في شأن المخزومية التي سرقت، لما كلم أسامة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. ومن ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بأهل الكتاب، تشبه بهم في إقامة الحدود. والحدود جمع حد، وهو عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع فيها، هذا هو الحد. وحدود الله يراد بها محارمه، ويراد بها أيضا تشريعاته في الحلال والحرام، وهي المقادير التي حددها الله سبحانه وتعالى لعباده، هذه هي حدود الله. ومنها العقوبات التي نحن بصددها. فالحدود تطلق ويراد بها المباحات، قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وتطلق ويراد بها المحرمات، قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. وتطلق ويراد بها العقوبات، وهي ما نحن بصدده الآن. مثلا حد الزنا كما في هذا الحديث، حد الزنا بالنسبة للبكر هو الجلد، جلد 100 وتغريب عام، قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وجاءت السنة بأنه يغرب سنة عن بلده حتى يتبدل حاله ويتغير سلوكه إلى الأحسن.
وأما إن كان ثيبا وهو من وطئ في نكاح صحيح، الثيب هو من سبق له أن وطئ زوجته بنكاح صحيح، فهذا وهما بالغان عاقلان حران، فهذا هو الثيب، وهذا جاءت السنة المتواترة لأنه يرجم بالحجارة حتى يموت، وجاء هذا في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، كما في قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فحده الرجم إذا كان ثيبا يرجم بالحجارة حتى يموت، وهذا شرعه الله لأهل الكتاب من قبلنا وشرعه لنا، فأهل الكتاب غيروا وهم اليهود غيروا الرجم وجعلوا محله أنه يسود وجهه ويطاف به في الأسواق إلى عقوبات وضعوها من عندهم، وهذا بالنسبة لأشرافهم، أما بالنسبة لضعفائهم فكانوا يقيمون عليهم الحدود، كانوا يقيمون عليهم الحدود على الضعفاء ولا يقيمونها على الأشراف، كأنهم يريدون إكرامهم أو يريدون المحافظة على سمعتهم أو ما أشبه ذلك. هذا هديهم الذي مشوا عليه. ولما حدثت حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يهوديا من أشراف اليهود زنى في المدينة، زنى وهو محصن، فضاقت حيلتهم فيه، هل يرجمونه وينفذون عليه حكم التوراة أو لا يرجمونه وإنما ينتقلون إلى عقوبة أخرى؟ ثم إنهم اختلفوا في هذا فقالوا: نذهب إلى محمد ونسأله عن هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما تجدون حكمه في التوراة؟ أراد أن يتحداهم وأن يبين كذبهم. قالوا: نجد في التوراة أنه يفعل فيه كذا وكذا وكذا. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة فنشرت بين أيديهم، فقرأوها ووضع القارئ إصبعه على آية الرجم، وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حاضرا، وكان من أحبار اليهود، ثم من الله عليه بالإسلام فأسلم، فقال: ارفع يدك، يعني القارئ، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزاني فرجم ونفذ فيه حكم الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد الاحتجاج بما في التوراة، لأن هذا عنده في القرآن فيما أنزل الله عليه، ولكن أراد أن يقيم عليهم الحجة ويبين كذبهم وافتراءهم على الله سبحانه وتعالى، ففضحهم الله في هذه القضية. حدثت حادثة أخرى في عهده صلى الله عليه وسلم، وهي أن امرأة من بني مخزوم، وبنو مخزوم بطن شريف من بطون قريش، من أشرف بطون قريش، سرقت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، تنفيذا لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى، دون نظر إلى مكانتها وأنها من بطن قرشي، وشق ذلك على قومها أن تقطع يد امرأة من بني مخزوم،
وهم معروفون بمكانتهم بين القبائل، فجاءوا إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه، وكان من كان ابنا لزيد بن حارثة وحب النبي صلى الله عليه وسلم ومولاه، وكان أسامة أيضا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقدره. فأسامة كلم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على أسامة، وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفذ حكم الله، وذكر المسلمين بما كان عليه أهل الكتاب من قبل، وهو أنهم كانوا لا ينفذون الحدود على الكبار وذوي الجاه، وينفذونه على من لا شأن لهم وعلى الضعفاء، فخشي على أمته أن تسلك هذا المسلك الذي سلكه أهل الكتاب، وأمر أن تنفذ الحدود على الكبير والصغير. ولا والله جل وعلا يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هذا من باب ضرب، من باب الفرض، هذا من باب الفرض، وإلا فحاشا أن فاطمة رضي الله عنها تسرق. ولكن هذا كما في قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم، يعني الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط الأعمال من جميع الناس، حتى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو فرض، وحاشاهم، لكن لو فرض أن أحدا يشرك منهم لحبط عمله، فكيف بغيرهم؟ فكذلك الحدود، الحدود لا يراعى فيها الكبير والصغير والضعيف، وإن كان سياسة بعض الملوك أو بعض الرؤساء أنهم يرون هذا من المصلحة، وأن لا تقام الحدود على الكبار وذوي الجاه، وهذا من السياسة ومن المصلحة، فيقال لهم: المصلحة والسياسة الشرعية في تنفيذ الحدود على الكبير والصغير حتى يرتدع الناس. ولو أن الحدود نفذت كما أمر الله لتنزه المجتمع من هذه الجرائم، ولا سلم الكبار والصغار، ولا سلم الرؤساء والمرؤوسون ومن دونهم. لكن إذا تسوهل فيها فشت الفواحش والجرائم، وفشى سفك الدماء. فكون الحدود لا تنفذ أو يتراخى في تنفيذها، إنما هذا هو الذي سبب كثرة الجرائم وفساد المجتمع واختلال الأمن. فإذا كان ولاة الأمور يريدون ضبط الأمن فلينفذوا الحدود على الكبير والصغير، وأن لا يتباطؤوا أيضا في تنفيذها حتى ينسى الناس الجريمة، بل تنفذ في الحال حتى يرتدع الناس. هذا هو الواجب على ولاة الأمور وفقهم الله وسدد خطاهم. نعم، صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: وكان بن مخزوم من أشرف بطون قريش، واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم، فبين صلى الله عليه وسلم أن هلاك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات، وأخبر أن فاطمة ابنته التي هي أشرف النساء لو سرقت وقد أعاذها الله من ذلك لقطع يدها، ليبين صلى الله عليه وسلم أن وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يستثنى منه بنت الرسول فضلا عن بنت غيره. نعم، هو صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل لأمرين: أولا ليزول ما في نفوس بني مخزوم،
في أنهم أشراف وأنهم، فإن فاطمة أشرف النساء، ومع هذا لو سرقت لقطع يدها صلى الله عليه وسلم. أقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنها لو سرقت لقطع يدها، وهي أشرف النساء، فكيف بامرأة من بني مخزوم؟ ثانيا، ليبين صلى الله عليه وسلم أنه لا مراعاة في إقامة الحدود للذوات أو أهل الجاه، أو بل الحدود تقام على الكبير والصغير وعلى الشريف والوضيع، لا يراعى فيها أحد. وقد جاء في النهي الشديد عن من تساهل في إقامة الحدود بعد بلوغها السلطان، حتى إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشفاعة فيها، قال لأسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله؟ حتى إن أسامة ندم على ذلك ندما شديدا، وتأمنا ألا يكون فعل هذه الشفاعة لما رأى من تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه، مع أنه من أحب الناس إليه، ولكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يمنع من التوسط من في إقامة الحدود وبعد ثبوتها. ولهذا قال جل وعلا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالله جل وعلا هو الحكيم بعباده، هو الرحيم بعباده، شرع لهم هذه الحدود رحمة بهم، فمن الرحمة بهم الإقامة الحدود عليهم، لا شك. ومن عدم الرحمة بهم ترك إقامة الحدود عليهم، لأنهم إذا لم تقم عليهم الحدود هلكوا ووقعوا في الجرائم، اختل الأمن، تغير النظام، وبالتالي يستفحل الشر، ولا يمكن القضاء عليه إلا بأمور صعبة. أما لو أقيمت الحدود لاستراح الناس، وإقامتها أمر سهل، الحمد لله، ما يحدث في المجتمع خللا، بل إن المسلمين يستبشرون إذا أقيم الحد. وجاء في الحديث، وهذا من العجائب، إن إنسان يقتل أو تقطع يده ومع هذا يستبشر الناس ويفرحون بهذا، لأن هذا من العدل، والعدل يفرح به، ولأن هذا يردع المجرمين، وهذا يفرح به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض، حد واحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا. الله أكبر. نعم، أشرت من الشيخ حسن الله إليكم إلى ندم أسامة رضي الله عنه ونهي النبي عن الشفاعة، فإذا كان هذا الحد اللي هو مجرد الشفاعة ندم عليه هذا الصحابي الجليل ونهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ما أشرت إليه أن محاولة تركه أو تمييعه عن الأشراف؟ نعم، الشفاعة فيها جريمة، فكيف بتمييعها وتركها؟ لا شك أن الشفاعة فيها والوساطة في إسقاط، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وقال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا يوافق ما في الصحيحين عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول
لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا إلى قوله إن أوتيتم بهذا فخذوه، يقول إيتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، في الكفار كلها. نعم، وهذا تتمة لسياق القصة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوه يستفتونه في إقامة الحد على هذا الزاني، يريدون أن يجعلوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمهم منه، فيقولون إن جلده سلمنا من تبعة تغيير التوراة. النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه أو ألهمه سبحانه وتعالى أن يناقشهم في هذا الأمر، وأن يقيم التحقيق كما يسمى معهم. أتجدون هذا في التوراة؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فنشده بالله، هل هذا هو الذي في التوراة؟ قال لا، إنه الرجم. ثم شرح القصة وقال لكن كثر الزنا في أشرافنا، فإذا قمنا عليهم الحد يحصل في هذا ما يحصل، فنحن نقيمه على الضعيف، يعني اللي ما يترتب على إقامته عليه شيء من جهة الناس، وأما الشريف الذي الناس يكونون معه يحصل معه يعني ناس يدافعون عنه، فنحن ندرى عنه الرجم ونكتفي بالجلد والتحميم. فعند ذلك انكشف أمرهم، وكما سبق أنه قرأت التوراة عند الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا فيها آية الرجم واضحة، عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجم به فرجم، وقال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. وذكر الله هذه القصة في قوله تعالى إن يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، يعني اليهود، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومن ذلك الرجم، حرفوه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا، يعني هذا المحرف، فخذوه، وإن لم تؤتوه، يعني أمر بالرجم، يعني أمر بالرجم الذي هو الصحيح وهو الواقع في كتاب الله، فاحذروا، أي لا تطيعوا. فالله فضحهم أيضا في القرآن كما فضحهم في التوراة. والنتيجة من هذا تحذير هذه الأمة أن تسلك هذا المسلك الخبيث، وهي التساهل في الحدود، وهي التساهل في حدود الله بإقامتها على الضعفاء وترك الأشراف والأغنياء وذوي المقامات. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. شكر الله لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. تقبلوا بالختام تحية زميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.